ووزير الإعلام نقول الحمد لله على السلامة، لأنه كان راح يفحص ويعمل فحوص، لكن جانا الحمد لله شباب. كان العاهل السعودي الراحل الملك فهد ابن عبد العزيز يتمتع بحس فكاهي إلى جانب مميزاته الكبرى كرجل دولة من الطراز الرفيع، خاصة مع حاشيته ووزراء حكومته، فلم يسلم أحد منهم من مواقفه الكوميدية التي سجلتها عدسات الكاميرات على الملأ. فما هي قصة موقف أحرج فيه الفهد وزير الإعلام؟ وما علاقة زوجته بالأمر؟ أنا صفا زياني وهذا أصل القصة. حملت الزوجة السعودية في ذهن خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد ابن عبد العزيز لقباً خاصاً، ربما كان أول من يدعوها به في شبه الجزيرة العربية، حيث وصفت زوجة السعودية في كثير من المواقف أمام المسؤولين وعامة الشعب بوزارة الداخلية في حياة الرجل، حيث تتحكم في أمنه الشخصي وترصد خطواته المتلاحقة. وفي هذا الصدد لم يسلم وزير الإعلام السعودي ابان فترة حكم الملك فهد الشيخ علي بن حسن الشاعر من مزاح خادم الحرمين الشريفين أمام جمع عام في مناسبة رسمية، حيث وجه الفهد حديثه له قائلاً: وزير الإعلام ذهب للخارج لعمل فحوصات طبية، لكنه عاد أكثر شباباً، ونحن لا نخاف عليه لأن وزارة الداخلية معه. وهنا امتلأت قاعة الحفل بالتصفيق والضحك العالي، لأنهم فهموا مقصد الملك فهد من مصطلح وزارة الداخلية والذي ألصقه بوزير الإعلام. واستكمل الفهد مزاحه بأنه لا يسمح لأي وزير في الحكومة السعودية أن يسافر خارج المملكة إلا وأهله برفقته. وأكد الملك فهد في حديثه الطريف مع وزير الإعلام علي بن حسن الشاعر أن كافة المسؤولين في المملكة يتحججوا بأن الزيارات الخارجية تكون مدتها قصيرة للغاية، يوم أو يومين، ومن ثم العودة إلى السعودية من جديد، لكن الملك يأمرهم في كل مرة بأخذ الرأي الشرعي من أهلهم، وإذا رفضوا ليس هناك مشكلة. واستطرد الملك فهد في هذا السياق بأن الزوجات السعوديات بطبيعة الحال لا يفكروا في الأمر مرتين، فبمجرد ما إن يعرض الوزير أو المسؤول الحكومي السعودي على زوجته أمر السفر إلى الخارج في زيارة عمل، حتى تعتمد زوجته نفسها عنصراً أساسياً في الزيارة الرسمية، ودونها لا تتم. وهنا ضجت القاعة التي شهدت الحفل بالتصفيق والضحكات العالية من رواية الملك فهد التي مازح فيها وزير إعلامه على الملأ، خاصة وأن الجميع شرب من نفس الكأس التي يتحدث عنها الملك، وهو ما أكد على روح التسامح والتآخي التي تجمع بين خادم الحرمين الشريفين ومسؤولي الحكومة السعودية. وعمل الشاعر وزيراً للإعلام في عهد خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد ابن عبد العزيز، كما عمل في العديد من المواقع الدبلوماسية والسياسية، وكان آخرها مستشاراً بالديوان الملكي في عام 1996. أما على صعيد العمل العسكري فقد وصل الشاعر إلى رتبة فريق أول، كما يحسب له تأسيس المدرسة العسكرية في المدينة المنورة وتأسيس الملحقية العسكرية في باكستان ولبنان. وأنتم ما رأيكم في تصرف الملك فهد مع وزير إعلامه على الملأ؟